بتحب جسمك؟ سؤال لو أي حد سمعه لأول مرة هيجاوب أكيد طبعا ولكن فكر دقيقتين طيب بتكرهه ولا بتهمله؟ انت سامعه اصلا؟ دي فكرة فيديو النهارده جسمنا عبارة عن مشاعر حسيناها ومواقف عشناها في طفولتنا من أول ما كنت بتقول لأ على حاجة انت مش عايزها وأخدت قلم محترم على وشك لحد ما كائن اسمه الراجل حاول يقرب من جسمك بشكل غريب وغير مريح حضرات وشك مش نسي الموقف ولا جسمك نسي شعور عدم الأمان وتعدي السنين وجسمك ما بينساش اللي جيله قولون عصبي واللي تكره جسمها فتقطعه بالمشرط وتمر الأيام وتزيد المواقف وجسمك فاكر كل حاجة بس احنا نسينا جسمنا لحد ما بعدنا عنه وبقى غريب علينا تيجي نفتكره؟ بتعامله ازاي؟ علاقتك بيه ايه؟ الرسالة اللي بتوصلها له؟ وايه الرسالة اللي بتوصلك عنه؟ بتسمعه بتعرف تفهم هو عايز يقول ايه